عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ اسمي تساؤل يا رحمني، أنا من مدرسة الآلة المهمنية أحمد لن بمتر لامبو. أقوم هنا سأحكي لكم حكاية عن النسر. يحكى أن النسر كان يعيش في إحدى الجبال، ويدعو عشه على كمد إحدى الأشجار، وكان عش النسر يحتوي على أربع بيضات. ثم حدث أن هز زلزال عنيف الأرض، فسقطت بيضة من عش النسر، وتخرجت إلى أن استقرت في قرن الدجاج، وظنت دجاجة بأن عليها أن تحمي وتأتني بيضة النسر هذه، وتطوعت دجاجة كبيرة في السن للعناية بالبيضة إلا أن تفقس. وفي أحد الأيام فقست بيضة، وخرج منها نسر صغير جميل، لكن هذا النسر بدأ يتربي على أنه دجاجة، وأصبح يعرف أنه ليس إلا دجاجة. وفي أحد الأيام لو كان يلعب في ساحة قرن الدجاج، شاهدا مجموعة من النسر تحلقا في السماء، فتمنى هذا النسر لو كان يستطيع التحليق مثل هؤلاء النسور، لكنه قبل بضحكة استهزاء من الدجاج قائلين له: ما أنت سوى دجاجة ولا يستطيع التحليق مثل هؤلاء النسور. وبعدها توقف عن حلمه بالتحليق في أعلى، وعلمه يأسو، ولم يلمس أن مات بعد أن عاش حياة طويلة مثل الدجاج. يا إخوان والأخوات رحمكم الله، وخلص من هذه القصة: لا تحتكر من دونك فلكل شيء مزية. يمكن هذا مني.